الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أنا سعيدة أن نكون في احتفالية القفطان بمازاغون، وسعيدة أكثر أنه هذه 15 يوم بدأ لي تكريم وتختاريت سفيرة القفطان المغربي، فكنت فرحانة بها بزاف. وش حاجة تشرفني أن نكون دائما نمثل القفطان المغربي، لأنه في حقا ما كيش محسن منه. جو رميرسي مدام كريمة علوي بور لو كافطون، إلي سوبر، والجو زوين والجمهور زوين وكل شيء كيحمق. ميرسي بوكو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.